قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. الخبر هذا غادي يكون حول لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، اللي المخزن خرج في الجرائد ديالو كيقول باللي راه المغرب يحاصر الجزائر بالدعم الاسباني والالماني كيبيع العجل عاوتاني للمواطنين المغاربه في الخبر هنا، وكياكدوها في الخبر يعني ماشي ما غاديش نمشيو بعيد، يعني في نفس الخبر ديال الحسبريس. اثار المغرب امس الاثنين في الامم المتحده الموقف الجديد للحكومه الاسبانيه الداعم لمقترح الحكم الذاتي. قالك ودي مشاو تما قالوا لهم شوفوا المقترح ديال الحكم الذاتي راه قالت لنا اسبانيا بلي راه هو حكم يعني ذو مصداقية وذو كذا باعتباره السبيل الوحيد لإيجاد حل توافق لمشكلة الصحراء. المشكلة هي أن أصلا هذه اللجنة ديال تصفية الاستعمار كتعرف أن الأمم المتحدة عندها الدوسي ديال الصحراء الغربية، وأي حل خصو يكون في إطار حل عادل. أولا حل عادل، فاش كنقولوا عادل عاد زيد على ذلك ويرضي الأطراف، يعني خصو يرضي الطرف الأول اللي هو البوليساريو والطرف الثاني اللي هو المغرب. وبالتالي ما كاينش يعني هذه القضيه ديال ان الحكم الذاتي هو اعتباره السبيل الوحيد، هذه هضره خاويه، لانه ما كاينش شي حاجه كتسمى سبيل. المغرب كيحاول انه يقنع الدول بالاطروحه ديالو، ولكن البوليساريو هي اللي خصها تقبل به ماشي الدول الاخرى، هو كيحاول زعما يضغط عليها بالدول الاخرى وكذا. ولكن بحال دابا هذا الموقف ديال اسبانيا في النهايه لن يغير شيء، لانه كيبقى الموقف ديال اسبانيا خصو كما قال لي ديك ساعه الباريس قال لي خصك تمشي تقنع به الناس ديال الصحراء، ما تقنعش به يعني الاسبانيين، يعني مفهوم القضية. غير هما كيحاولوا دائما يلعبوا كيبقاو يلعبوا على هذه المسائل هذه. وخلال اشغال اجتماع لجنة تصفية الاستعمار في مقر الامم المتحدة، اكد عمر هلال الممثل الدائم اللي هو سيد الجزارة الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة، ان اسبانيا والمانيا وهولندا والفلبين وصربيا وهنغاريا ورومانيا هي اخر الدول التي اعترفت بانه لا يوجد خيار اخر وواقعي وذو مصداقية خارج نطاق مقترح الحكم الذاتي. اشاره فقط المانيا كان خرج واحد داك الرئيس ديال سميتو كان قال شي هضره ومن بعد تراجع عليها، ولكن المخزن دائما كيحاول كما قلت لكم انه يتمس القضيه. وتوقف المسؤول المغربي عند الاستقرار الذي تعرفه اقاليم الصحراء تحت الاداره المغربيه، حيث يتمتع السكان بجميع حقوقهم. وقد شكل نزاع الصحراء محور نقاش للجنه التي تجتمع كل فتره داخل اروقه الامم المتحده، وفي الوقت الذي انضمت الدول الى مسانده المغرب في طرحه الداعم للحكم الذاتي عارضت دول اخرى هذا المقترح. وهنا مبغاوش يهضروا على ديك الدول الاخرى اللي عارضت هذا المقترح، لربما تكون فرنسا ويكونوا دول اخرين، لانكم شفتوا مؤخرا الحمو في كيفاش كيهضر على فرنسا كيقول باللي ولات كدير العداء للمغرب. ما عليناش، بعد هنايا الاستقرار الذي تعرفه الاقاليم تحت الاداره المغربيه ويتمتع جميع سكانهم بحقوقها، فين كاين ودي شي صحراوي كيتمتع بالحقوق ديالو؟ ممكن تشوفوا سلطان اخيه كيفاش تعاملوا معها، مجموعه من الناس اللي كيتعرضوا دائما للمضايقات من طرف الشرطه المخزنيه، واخرها يعني شوفوا غير امنيستي منظمه العفو الدوليه خرجت يعني بتقارير باللي مواطنات صحراويات كيتعرضوا للتعذيب من طرف قوات القمع المغربيه اللي كتسمى الامن في المغرب، وقالوا لهم خصكم تفتحوا تحقيق في هذه المسائل هذه الى اخره. كيجي المخزن يعني كيبقى يكذب كيقول لهم راه حنا كنمتعهم بالحقوق ديالهم وكذا، وفي الحقيقه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، يعني كيعاني اكثر من المواطنين المغاربه بالنسبه للتضييق على الحريات وحريه الصحافه وذلك. وحضر الجلسة ممثلون عن المجتمع المدني في الصحراء المغربية، حيث استشهدت غالبيتهم بالموقف الجديد للحكومة الإسبانية ودعمها للحكم الذاتي. هاد الناس هادو كيسميهم مخزن المجتمع المدني في الصحراء، هاد الناس هادو يعني فيهم صحراويين اللي بايعين الضمير ديالهم، ودير حاجة عادي أنك أي شعب غادي تلقى فيه واحد الناس كيبيعوا الضمير ديالهم من اجل مصلحتهم الشخصيه، من اجل يعني مصلحه الابناء ديالهم، كيشوف راسو انه الى قال الصحراء مغربيه ومشى يعني بدا كيشهد معاهم. ويقدر يكون عاوتاني حاجه اخرى، كاين صحراويين لان الصحراويين كانوا رحل، وكان واحد الجزء منهم كيعيش في المغرب، وكان واحد الجزء منهم كيعيش في مثلا في السنغال ومجموعه من الدول ماشي غير في المغرب، هادشي ما كيعنيش انهم مغاربه. الاشاره فقط حتى دوك الناس اللي كانوا صحراويين ساكنين في المغرب راه ماشي كيتعتبروش مغاربه، انهم هما يعني رحل كما قلت لكم. هاد الناس هادو كيجيبهم المخزن وكيلعب عليهم كيقول لهم زعما نتوما خصكم ديروا لنا الصحراء المغربيه، يقولوا الصحراء المغربيه وكذا كذا.
وهادشي يعني راه ما كيعنيش انهم كما قلت لكم مغاربه ولا يعني انهم كينتميو لشي جهه اخرى ولا كذا ولا كيحفروا، انما هما ناس عاشوا في المغرب كينتميو للصحراء الغربيه ولا ديك المنطقه ودوك القبائل ديال الصحراء، وهادو هما اللي كيحاول كما قلت لكم المخزن كيقدمهم كيبقى يقول لهم قولوا بلي راه كاينه البيعه وكاين هذه هذه يعني باش يدعم الاطروحه ديالو. وعبر السفير المغربي عن فكرته بالقول بان نزاع الصحراء هو قبل كل شيء صراع مغاربي بين الجزائر والمغرب، متوقفا عند ردود افعال الجزائر بشان الموقف الاسباني الجديد، حيث تم سحب السفير من مدريد وتعليق معاهده الصداقه مع اسبانيا، وهو ما يعكس قالك تورط الجزائر في هذا النزاع. من جانبه حاول السفير الجزائري ان يهاجم اسبانيا دون ان يذكرها بالاسم، حيث قال ان المغرب يحاول فرض سياسه الامر الواقع بمساعده بعض الاطراف الخارجيه التي انتهكت ميثاق الامم المتحده، وعملت جلسه لجنه انهاء الاستعمار على تسليط الضوء على الدعم الذي يتمتع به كل من الاطراف، حيث عبرت عدد من الدول العربيه والافريقيه عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي، بينما تساند بعض الدول الافريقيه جبهه البوليساريو وهي الجزائر وجنوب افريقيا وانغولا وزيمبابوي واوغندا. واتهم السفير المغربي نظيره الجزائري بانه يمارس الارهاب الفكري، كما قال انه لا يفهم كيف دافعت الجزائر بقوه عن حق الصحراوي في تقرير مصير منذ عام 1963، بينما هناك منطقه محتله. هنا فين غادي يبدا يقول لهم منطقه القبائل وديك الهضره عاوتاني، وهادشي كيبين باللي المخزن يعني مستمر في هذه القضيه ديال انه كيتكلم على منطقه القبائل وكذا، يعني هو عنده فكره انه يضرب الجزائر بمنطقه القبائل باش ما يبقاوش عاوتاني يجيو شي وحدين، كما شفتوا النقاش اللي كنتكلم عليه مهداوي وقال باللي هذه الهضره هذه اللي كيقولها هلال راه عندها واحد الواقع سياسي في الجزائر، كتزيد العداء ما بين المغرب والجزائر، لان كاينه منطقه الريف حتى في المغرب حتى هي نفس القضيه ديال منطقه القبائل، غير هي منطقه الريف مطوره شويه على قضيه القبائل، لان الريف على الاقل كانت جمهوريه لمده 4 سنوات، اما منطقه القبائل ما عمرها ما كانت يعني جمهوريه مستقله. في الاخر يعني بحال دابا مثلا هاد التراتبات اللي وقعت من بعد هاد الصراع، من نهار تكلم هاد الهلال سيد جزار على هاد القضيه ديال القبائل، تقطع الغاز على المغرب، تقطعت الاجواء بين المغرب، تقطعت يعني الرحلات بين المغرب والجزائر، هادشي كامل يعني خصهم نورمالمون هما يكونوا دارسين هادشي، ويكون يعني ما كتخرج بالتصريح حتى كتكون عارف الواقع ديالو وكتكون عارف شنو غادي تخسر فيه. هلال مشى قال هاد التصريح وكيعاود عاوتاني ياكد عليه، يعني كيزيد الاعداء ما بين الجزائر والمغرب. وحاول السفير الجزائري مهاجمة المصالح المغربية من خلال ورقة الصحراء واللاجئين، فيما رد السفير المغربي بقوة حيث أكد أن الجزائر تمارس الإرهاب الفكري. هنا الكومنتيرات على المغرب ألا يفرط في تقرير مصير جمهورية القبائل، هم أصحاب الأرض والحق في تكوين دولة القبائل والتي استعمرت من طرف عصابة الكبرالات منذ 63 آخر مستعمرة في إفريقيا والعالم العربي. يعني منطقة القبائل أولا الأمازيغية ما كتنتميش للعالم العربي، لا هي ولا يعني منطقة القبائل علاش كنتكلم هي منطقة الريف. برافو الأسد المغربي الأستاذ عمر هلال قاهر بانو كرغل. ولماذا لا يعلن المغرب مساندته لشعب جمهورية القبائل كما يساند الكبرانات جمهورية الوهم، علما أن جمهورية القبائل قائمة بذاتها ولها رئيس حكومة في المنفى وكونت دستورها مؤخرا وساكنتها تفوق 10 ملايين نسمة. لا خوف على مصلحة المغرب ومصالحه ما دام الأمر بين الأيادي وعقول لا تنام، أولهم الملك محمد السادس وناصر بوريطة وعمر هلال وغيرهم يعملون في السر. تحية السيد عمر هلال، أخطاء كبرى ارتكبت في قضيتنا الوطنية فعلا، وما حل محل قضية الصحراء في لجنة تصفية الاستعمار؟ أنت مواطن دابا كيقول كيفاش شنو كدير بعدا قضية ديال الصحراء في تصفية الاستعمار؟ المغرب في الصحراء إيوا الصحراء في المغرب، تشوكا من يسمع باللي القضية ديال الصحراء كاينة في لجنة تصفية الاستعمار. عمر هلال رجل المواقف البطولية، عليه أن يدفع في اتجاه استقلال شعب القبائل. ياك أستاذ، لن يعيش سكان المغرب الكبير الحرية والرفاهية وحقوق الإنسان إلا بعد زوال الطغمة العسكرية الحاكمة بلاد العصابات. بكل اختصار الصحراء المغربية، الجزائر مازال تابعة للعزلة الكبرى والأكبر في قطع جذورهم أو تزفيتهم بالزفت كما يقال. سكان أقاليم من الصحراء العزيزة يتمتعون بجميع حقوقهم، وراكم كتشوفهم يوميا في اللايفات ديال سلطانة خيا ومجموعة من المدافعين في الصحراء على الحقوق ديال الشعب الصحراوي. إينوي كان هذا هو الخبر. عمر هلال عاوتاني كيتمادى في ذكره لجمهورية القبائل وكذا من أجل الفصل ولا من أجل خلق العداء في وسط الجزائر وضرب استقرار الجزائر، الشيء اللي غادي يزيد العداء ديال الجزائر المغرب. كنأكد لكم هادشي كيزيد وكيأكد بلي السياسة ديال المخزن الخبيثة وكتزيد توضح حتى للشعب الجزائري أن المخزن يحاول تفريق الجزائر. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.